السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، تحديث جديد لأداة حفيدك، إصدار 3.3. راح نثبت الإصدار وراح نشرح شو التحديث وراح نعمل تخطي لحساب آي كلاود لجهاز آيفون 7 بلس مع شبكة. أول شيء بدي أشكر أستاذ عماد اللي أرسل لي التحديث الجديد وسمح لي اني اعمل فيديو قبل اصداره، يعني قبل اصدار الفيديو من صفحته الرسمية. هذا اشي بيشرفني وبدي اشكر استاذ عماد عليه. اول شيء يا جماعة راح اترك لك رابط في الوصف، هذا الرابط تدخل عليه وبتنزل الملف الموجود بتحمله. بعد ما تحمل الملف تفتح الملف بشكل عادي وبتعمل التالي 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 التالي، وهيك بتكون انت ثبتت الاداة. للناس اللي بتتابع لاول مرة او بدخل لاول مرة وبده يجرب يفك اي كلاود، اي اداة بتستخدمها لازم يكون عندك نازل على الجهاز اداة اي تونز، اللي هي اي تونز او ثريو تولز. ليش؟ لان هاي اللي بتعطيك تعريفات جهازك وبتعرف الكمبيوتر على جهاز الموبايل الخاص فيك، فبدك تكون هدول منزلهم عندك اساسيات عشان تقدر تشتغل على اي اداه للسوفت وير. هون الاداه خلصت مباشره، بعمل فينش بفتح الاداه بشكل مباشر، ننتظر لتفتح الاداه. يا ريت اذا ما كنت عامل لايك تعمل لايك، اللايك مجانا يا جماعه، كبسه بس هيك تكبس يصير لايك، سبحان الله. فتحت الأداة زي ما انتم شايفين إصدار 3.3. شو اللي صار في هذا التحديث؟ هذا التحديث حل كل مشاكل البوت للناس اللي عندها مشاكل في البوت لما يجي يعمل تشيك ديفايس أو يدخل بده يعمل الباوند وما بزبط معه. راح أشرح لك طريقة كيف أنك تعمل في حال صارت عندك مشكلة. وعمل كمان في التحديث كمان هنا في شيء اسمه صار فايل رام ديسك. الفايل رام ديسك برضو عشان تخزن ملفات الرام ديسك على جهازك وما تضطر كل مرة تشتغل عليها تسحبها من الأداة، تكون موصولة أونلاين وترد تسحب الملفات وترد تعطي الجهاز. يعني ممكن أنت بتخزين هاي الملفات تشتغل من جهازك بعد ما تكون منزل الملف أول مرة تشتغل تاني مرة بدون ما تضطر أنك تحمله كمان مرة. خلينا نبلش مباشرة في فتح الجهاز عشان نشرح بالخطوات بالتفصيل. الجهاز عليه رمز حماية زي ما انتم شايفين. هذا الجهاز نقدر نفتحه مع شبكة كونه عليه رمز حماية. الوضع الطبيعي للباوند انه احنا بنعمل تشيك ديفايس. مجرد ما عملنا تشيك ديفايس الجهاز بياخذ منا باوند وبيشتغل بشكل طبيعي. لو اجيت عملت انا تشيك ديفايس للأجهزة اللي وضعها طبيعي بيعمل عندنا هون تشيك ديفايس وبيعطيك موديل الجهاز بشكل كامل. هلا هون الجهاز بوضع التشغيل، فأنا عشان بدي أشتغل عليه على الباك أب باس كود لازم أدخله بوضع ديفيو مود عشان أعمل له باوند. فشو بدي أعمل؟ بضغط على جيل بريك من الخيارات، مش عشان أعمل جيل بريك، بضغط على هذا الخيار وبشيل الصح من يو اس بي دي كي وبختار الخيار الاول. شو وظيفة الخيار الاول؟ الخيار الاول بدخل جهازك في وضع الباوند، هو الوضع اللي بيصير فيه مشكلة عند اغلب الناس انه ما بيرضى الجهاز يدخل فيه. فمباشرة باجي بعمل التالي بدخل جهازنا هنا بوضع الريكفري. مثل ما شفتوا الجهاز دخل في وضع الريكفري. الان بطلب منا انه ندخل الجهاز بوضع الديفيو مود عن طريق الباور وخفض الصوت مع الستارت. بجهز الباور، بضغط ستارت مع خفض الصوت، بنتظر 3 ثواني، برفع ايدي عن الباور بضل ضاغط على خفض الصوت. دخل معي الجهاز وبلش يعمل في عملية الباوند.
تنتظر لتكتمل، اعطاني all done وهيك بكون خلص. بعمل هون quit، بروح بعمل check device. مثل ما شفتوا مباشرة اعطاني انه اخذ الباوند بشكل طبيعي. لو انت دخلت جهازك وضع الديفيو مود وعملت تشيك ديفايس واعطاك انه باوند تمام، خلص كمل امورك تمام. عمل فشل معك في العملية هون، بتعمل الطريقة اللي انا عملتها. هون بنعمل اوكي وهيك خلصنا الخطوة الاولى. والان الخطوة الثانية بدي اضغط على بوت ديفايس، اضغط على بوت iOS 15. شوفوا هاي بالنسبة للتحديد. هون اعطاني انه بليز جو تو حفيدك جي اس ام تو داونلود رام ديسك. بضغط اوكي. فتح عندي موقع حفيدك، موقع الرسمي. وهون زي ما انتم شايفين ملفات اي او اس من 16 ل 16.6، وهون اي او اس من 12 ل 15. انا جهازي من 12 ل 15، فراح اضغط على 12 ل 15. فتحت عندي هون الملفات. كيف بدي اعرف ملف جهازي؟ بكل بساطة يا جماعة، بروح على اداة حفيدك هون على كليك، بكليك بعمل كليك يمين، بضغط زر يمين، بضغط open file location، بروح على فايل بفتحها وبفتح خيار لب 2. مجرد ما فتحته الجهاز مباشرة أول ما أنت عملت بوت ديفايس أعطاك هذا الملف، اللي هو هذا الملف فاضي اللي هو 9.2 على 80.10. باجي هنا على الموقع وباجي بدور على 9.2 على 80.10، هذا هو الفلاش الصحيح للجهاز تبعي. انه الموقع هون الجهاز اعطاني اياه داخل التطبيق نفس الرقم 9.2.80.10. باجي بضغط على داونلود، بيفتح لي صفحه جديده، بنزل فيها لتحت وبضغط على داونلود كمان مره، وبنزل وبرجع بضغط على داونلود. هون بلشت عمليه تحميل الملف على الجهاز. لننتبه على هاي الخطوه، هاي الخطوة مهمة. انت هاي الخطوة بتعملها مرة واحدة على الجهاز، يعني على جهازك مرة واحدة بتعملها. زي ما شايفين هاي خلص هيك تقريبا التحميل. خلص التحميل، بفتح الملف من الداونلود، بروح عليه بعمل له كت، باخذ الملف وبتوجه للملف اللي انا فتحته بأداة حفيدك، بروح على أي مكان فاضي وبضغط بيست، بعمل ريبليس للفايل على أول خيار، بعمل له كونتينيو. هنا أنا أعطيت ملف الرام ديسك للأداة، وبسكر هون وبسكر هون وبرجع للأداة وبعمل بوت ديفايس أيو أس 15. ليش تم التحديث الاداء لانك انت تاخذ الملف بالشكل هذا؟ معظم الناس لما يجي يعملوا بوت رام ديسك بتكون عنده مشاكل في الاتصال بالانترنت، فلما يجي يحمل الملف ما بيجي يعني بيبلش منه تحميل الملف، وبتصير عنده مشاكل في مكان التحميل هون، فالامر كلياته ما بيقبل معاه نهائي. فهون انت حليت هاي المشكله بانك حطيت هذا الملف في الجهاز بدون تحميل من الانترنت، يعني انت مباشره ما تيجي تشتغل على الاداء وتبلش تعطي الاوامر انت بتشتغل اوف لاين، يعني مش اون لاين، تشتغل اوف لاين من جهازك وبتعطيها الملفات عشان ياخذ الجهاز بشكل كامل. زي ما شفتوا اخذ عمليه الرام ديسك، بلش الجهاز بعمليه الرام ديسك بشكل كامل. ننتظر ليخلصها. خلص عملية الرام ديسك، بضغط اوكي. بعدها بروح بعمل باك اب باس كود، اول خيار هون بضغط عليه عشان اخذ نسخة احتياطية لملفات الشبكة.
زي ما شفتوا اخذ الملفات، وهون حكى لي انه بدك تحذف الجهاز، بدك تعمل له ريستور مسح. حكي له نعم لازم اعمل له مسح عشان ارجع ملفات النظام ويتخطى الاي كلاود معي. راح ننتظر لغايه ما يفتح الجهاز بشكل كامل. بدي انبه لشغله للفنيين بشكل عام، لاصحاب المحلات والفنيين، اذا انت كنت تشتغل على اداه حفيدك وبدك تعمل يعني عندك اجهزه كثير وبتساوي يعني دائما عندك اجهزه بتشتغل عليها، موضوعك بسيط جدا، بتفوت على الملفات اللي موجوده بالاداه وبتنزل كل الملفات داخل الملف عشان تشتغل عندك جميع الاجهزه. يعني بتخلي هاي الملفات كلياتها بتنزلها وبتخليها على جهازك حوالي اكثر من 40 45 ملف، تقدر هون تنزلهم من ايباد 6 ايباد 5 الايفونات كلياتهم، بتنزلهم على جهازك وتخليهم جاهزين في حال اجاك جهاز، بدل ما تحمل الفلاشه وتنتظر لتحمل وكذا، انت هون مباشره بتكون جاهزه امورك وبتشتغل على الجهاز مباشره. جهاز بيعمل ريستور زي ما انتم شايفين، تم عملية المسح. فتح الجهاز، اخذت شوية وقت، فتح الجهاز الان ومسكر اي كلاود. الخطوة التالية اني برجع بدخل الجهاز بوضع ديفيو مود وبعمل له باوند مباشره، بدخل على خيار جيلي بريك هون، انا ما بدي اعمل جيلي بريك ولكن هي الاداه، بعدين بختار الخيار الاول عشان ادخل في عمليه بوت، بشيل الصح، بتاكد اني شلت الصح، بعمل التالي. هون الجهاز دخل في وضع ريكفري، الان بعيد العمليه اللي عملتها اول مره، وهي اني بدخله بوضع الديفيو مود باور وستارت الصوت، برفع ايدي عن الباور. بنتظر لغايه ما يدخل في وضع الباوند. تمت العملية زي ما شفتوا، بطلع من هون وبرجع بعمل تشيك ديفايس، وبضغط اوكي تمت العملية بنجاح، برجع بعمل بوت وبوت اي او اس 15. خلص صار الملف هلا موجود، فمباشرة اي لحظة بعمل بوت مباشرة بياخد الملفات بينزلها على الجهاز مباشرة. يعني هاي العملية اللي أنا عملتها بالأول بس مرة واحدة بتعملها على جهازك. بلش عملية الرام ديسك، لا أنا بياخد البورت ماونت بيعمل، خلص العملية بنجاح، أعمل أوكي. الآن الخطوة الأخيرة وراح أعمل بس كود أكتف، هذا الخيار اضغط عليه. شو يعني باسكود اكتف؟ يعني انا برجع الملفات اللي نسختها للشبكه على الجهاز وبتخطى فيها كمان الاي كلاود عشان يفتح معي الجهاز بشبكه ويكون اكون مسحت الاي كلاود. هون بيسالني بدك تمنع التحديثات،
احكي له اوكي، لانه اذا عملنا تحديثات برجع الجهاز بسكر او عملنا ضبط مصدر. هنا احنا عملنا اخر خطوه بنجاح، تمت العمليه بنجاح والان راح يفتح معنا الجهاز. في معلومه برضو مهمه لازم تكون تعرفها، احنا نسخنا ملفات الشبكه، ولكن انت ملفات الشبكه هاي ممكن في المستقبل جهازك يعمل تحديث او ممكن تعمله ضبط مصنع بالغلط، وجهازك زي ما شفتوا الجهاز فتح وهلا كمان الشبكه شغاله. هي هيك بنجرب الشبكه، الشبكة اشتغلت بشكل كامل زي ما شفتوا. هاي كمان مرة اتصلت على الطوارئ بالغلط، هاي اشتغلت الشبكة بشكل كامل. تمام، المعلومة المهمة اللي بحكي لك اياها، انت نسخت معلومات الشبكة وجهازك بعد فترة عملت له ضبط مصنع بالغلط او عملت له تحديث ورجع الجهاز سكر معك اي كلاود، هيك انت ما عندك معلومات شبكة بنفس الوقت خسرت الجهاز، رجع سكر اي كلاود، بدك تضطر تفتحه اما بدون شبكة او تسترجع الملف اللي انت عملته لما عملت عملية استرجاع الشبكة في الجهاز. فهذا الملف وين بتلاقيه؟ بتروح هون على أداة حفيدك، بتكبس Open File Location، بتروح على فايل، بتروح على التمب، بتلاقي هذا الملف. هذا الملف بتنسخه على فلاشة، بتبعته لحالك إيميل، يعني الملف كلياته 16 كيلو بايت. فأنت بتنسخه بتحطه بمكان آمن تقدر تسترجعه، ترسله لحالك على الإيميل، ترفعه على جوجل درايف، ترفعه على فلاشة، على هارد ديسك، انت بتخزن عليه بياناتك الخاصة، بتحطه على جنب. هذا الملف انت لا سمح الله صار عندك اي شيء وحذفت جهازك الكمبيوتر وعملت له فورمات وراحت كل البيانات، واجيت نزلت اداة حفيدك او يعني اي اداة انت بتستخدمها، واجيت دخلت على ملفات الاداة واجيت نسخت الملف ورجعته هون في هاي الخانة، انت هنا بتقدر تعمل استرجاع في اي لحظة للملف تبعك على الجهاز ويرجع جهازك يشتغل بشبكة. هاي المعلومة اللي حكيت لك اياها باخر دقيقتين مهمة جدا. بعد ما تعمل هاي العملية هذا الملف انسخه، حطه بمكان امن تقدر تسترجعه اي وقت. هذا كان الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير ان شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.